لم أحسن، فيسر الله تبارك وتعالى لي ولم أحرم من هذه الرحلة، وعملت إماما وخطيبا لجامع في قرية تسمى رجم الشامي بالقرب من مدينة سحاب. رجم الشامي. رجم الشامي لا زلت أذكرها. ثم بعد ذلك ذهبت في العام التالي وفي العام الذي لي حتى أنهيت بفضل الله عز وجل فترة الدراسة الجامعية ما بين الدراسة وما بين العمل في الأردن إماما وخطيبا في العام الذي لي لجامع آخر في مقابل مغفر سحاب يقال له جامع الشيخ أحمد جبر، أسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يبارك له إن كان موجودا الآن. فهذا من سنوات يعني قد تصل إلى يعني قرابة ما يزيد عن 20 عاما. لكن سبب ذهابك فقط للقاء بالشيخ الألباني؟ أي نعم، كانت أمنية. وتعمل في الصيف يعني السفرة غريبة الحقيقة. نعم، أنا كنت ذهبت بنية أن ألتقي بالشيخ وأن أتعلم، فوجدت الأمر شقا علي حقيقة، صعبا. فلم يعني أرد أن أرجع هكذا بدون ثمرة بدون فائدة، فقدر الله عز وجل. وستعجب يعني سبحان الله، حينما ذهبت إلى الجامع وأنا أقول للرجل بعد صلاة الفجر جلست، فرأيت الرجل جالسا في الجامع وهو الذي يؤذن وخادما للمسجد، يعمل خادما للمسجد. فقلت له يعني ألا تريدون خادما عاملا ينظف لك المسجد و يساعدك في الأذان؟ قال والله يعني لو كنت بتعرف تخطب. قلت الحمد لله أنا أجيد الخطأ. قال تضحك علي؟ قلت لا والله أجيد الخطأ. قال خلاص انتظر حتى يأتي الشيخ اللي هو صاحب الجامع ويسمعك، نحن نبحث عن خطيب من أكثر من 6 أشهر. يا سلام. وسبحان الله العظيم، جاء الرجل في آخر النهار وقدمني هذا الشيخ الفاضل له، قال إذا تنتظر معنا وتخطب لنا الجمعة، فإن أعجبتنا كنت معنا وإن لم تعجبنا الله يسهل عليك. وخطبت الجمعة ولازلت أذكر موضوعها إلى الآن، فأتكلم فيها عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أعشق الحديث عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتأثر الرجل جدا وتأثر الحاضرون، وقال هذا الشيخ جزاه الله خيرا، نحن نعطي الخطيب عندنا 60 دينارا أردنيا، لكنني سأعطيك 90 دينارا وابقى معنا. فبقيت بفضل الله عز وجل، وما زلت أذكر أنني رزقت بعد هذه الخطبة الأولى 1000 دينار. وكنت لأول مرة أمسك بيدي مثل هذا المبلغ الكبير. صحيح. أعطانيه رجل فاضل بعد انتهاء الخطبة وقال هذه هدية، وكان قد وضع معه بعض المسابح وبعض المساويك و3 زجاجات من المسك. فلما فتحت هذه اللفة ووجدت المبلغ الضخم ارتبكت وارتعدت، وعدت إليه وقلت يا شيخنا الفاضل لعلك نسيت هذا المبلغ في هديتك. قال اتق الله يا أخي اتق الله. قلت هذه هدية هذه هدية. ويعني سبحان الله من خوفي ظللت محتفظا بالمبلغ حتى أنهيت مدة إقامتي في هذا الجامع واستأذنتهم للرحيل لمعاودة الدراسة، خشية أن يكون في الأمر يعني شيئا. صحيح. لأنني ما تصورت أن أمنح مثل هذا المبلغ الضخم بعد أول خطبة جمعة من فضل الله سبحانه وتعالى. لكن هل كان هناك لقاءات بينك وبين الألباني رحمه الله في هالفترة؟ فرضية لا، أنا ما أتصور أن الشيخ في هذه الفترة يعرفني. أنا عارف، لكن هل تحضر دروسه؟ حضرت دروسا قليلة. أنا لا أتصور ما حضرت إلا 5 لقاءات وكانت تعقد في بيوت البيوت. ثم بعد ذلك كما ذكرت لك شعرت أن الأمر شاق علي. صحيح. وشعرت أنه لابد من بدايات تمهد لمثل هذا اللقاء الكبير مع هذا العالم الجليل رحمه الله تعالى. اللهم طيب، وعدتم بعد ذلك إلى البلاد؟ نعم، بعد ذلك أنهيت الجامعة والتحقت بالجيش.